هذا البرنامج برعاية رامي. والحنا والحنا ايه والحنا جبنا احنا ايه والحنا جبنا احنا اهير بطاتيدي ايه وخي ايه وبالصحة وعلي ولين سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 إذن نتشرفوا اليوم في هذه المدينة الترفيهية باش نستقبلكم معنا في هذه الليلة الخاصة اللي هي حفل ختان الأطفال المعوزين هي عادة بلدية الجزائر الوسطى كل عام تقوم بختان الأطفال المعوزين واليوم حبينا نفرحوا معكم في هذه المدينة مدينة عمو يزيد الترفيهية في طبعتها الثانية من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى برعاية رامي حبينا تفرحوا معنا مع هاد الأطفال ولكن أنا حبيت قبل ما نبدأ الحفل نعطوا كلمة للشيف دوركاستر المشرف على هاد العملية رئيس بلدية الجزائر الوسطى سي عبد الحكيم بطاش تفضل أستاذ ماذا بينا عطينا كلمة تحية من فضلكم تحية مرحبا بك مرحبا بكم صح فطوركم مساء الخير عليكم الزول في اللاون اليوم جرات العادة موالفين نديروا هذا سهرة الاختتان الأطفال بلدية الجزائر الوسطى موالفين نديروها في ليصال العام هذا درناها في جاردان تفاريتين مع مو يزيد اللي نشكره بزاف اللي هو حاضر معنا مدة نورمالمون عندها 15 يوم ومازال يزيد مازال يكمل معنا ونقولوا له احنا عمو يزيد راك في بلدية تاعك مرحبا بك راك كما يقولوا في دارك وحنا فخورين بك
لفات مديت اهتمام كبير للأطفال، أطفال خاصة أطفال الجزائر الوسطى، ونقول لكم مبروك عليكم، صحة عيدكم، ونحيي ذوي الاحتياجات الخاصة لهم معنا هنا، وتاني حتى المنتخبين اللي حاضرين معنا هنا نقول لهم صحة فطوركم وصحة عيدكم، كما يقولوا مبروك على أولادكم، صحة وشكرا. شكرا شكرا شكرا، الله يخليك الله يخليك الله يخليك، شكرا. بالطبع نتشرف أن نكون هنا معكم طيلة شهر رمضان، كل يوم رانا هنا في هذا الفضاء الجميل الجميل، وين نقدروا نعيشوا مع أولادنا هذه الأجواء الجميلة هذه، لأنه رعاية الطفولة مهمة الجميع، مهمتنا كامل يا أخي. إذن حبيت نسقسيكم حاجة، تاريخ اليوم 16 جوان واش يمثل تاريخ اليوم؟ هو يوم مهم، شكون اللي يقدر يعرفه؟ الأطفال فقط، في عندنا لي كادو غير تاع الدراري، ما عندناش لي كادو تاع الكبار. شكون اللي يقدر يقول لي اليوم واشن؟ زكي شوف العروسة هذيك الهيك، واسمك؟ سهام. سهام، واش يمثل اليوم؟ اليوم العالمي للطفل الإفريقي. اليوم العالمي للطفل الإفريقي، برافو. ولكن حبيت حاجة أخرى، واش وقع في 16 جوان دون سيرتان اني؟ نشوفوا اللي عندكم من بون ميموار لي بارون دركا ولا لا لا. لو 16 جوان دون سيرتان اني صارت حاجه مهمه 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 بزاف في الجزائر، ما عندهاش بزاف. شكون اللي عنده من بون ميموار قبل ما نعطيكم برومي انديس؟ شكون؟ على بالك مسيو، على باله ولا مدام؟ شكون يا فديدو؟ شو زكي شوف لا دام الهيك، على بالك مدام؟ لو 16 جوان حبك. اوه ماما انا نحبك، ماما نحبك وليدي، الله يبارك الله يبارك. ان 16 جوان دون سيرتان اني ما عندهاش بزاف، برومي انديس لي سبورتيف يعرفوها. 16 جوان كان رمضان، كان رمضان انسرت انسخت ان 16 جوان لالجيري كاع فرحت، عطيتكم كاع لي زانديس. ها لا مخلوفي، لا 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 اوفا سي ان بو بلو فيو كسا، كي نعطيكم لاني راح كاع تصوتي وتعرفوها. خلاص نعطيكم لاني ندي انا الكادو، اعطي لي الكادو ندي انا. شكون شكون لو سيتي لو ماتش، لو ماتش الجيري المان، تنساو حاجه كيما هادي؟ نو برافو. سيتي ان سيغتان 16 جوان 1982، 16 جوان 1982 كان الماتش تاع الجيري المان، ما ننساوهش. اعطي لي الهديه تاعها، معليش زينو اعطي لها الهديه، فوالا. فوالا واسمو؟ أرسلان. إذن أرسلان مدينة عمو يزيد تهديك هذه الهدية المتواضعة، مبروك عليك مبروك عليك. ميرسي. مهداة من طرف رامي ممول برنامج عمو يزيد، إن شاء الله تستفاد بها. أوكي شكون اللي ربح السيزيام هنايا؟ شكون اللي ربح السيزيام؟ أنتوما كاع ربحتوا السيزيام؟ أوكي. وشكون اللي ربح سيزيام بالثمانية ما فوق؟ كامل، الله يبارك. إذا عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها مبروك النجاح عليكم. زكي أعطي الميكرو للشابة هذه تغني لنا الأغنية. ابتلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا، ابتلتوا مجهود تعبتوا وسهرتوا ليالي، تعرفيها؟ سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي تعبينا. برافو، يلا تغنوا كامل معايا مبروك النجاح عليكم، هدف الخير على اولادنا اللي ربحوا السيزيام واللي ان شاء الله يربحوا البياف وان شاء الله يربحوا الباك، وكما نقول في الأغنية العقوبة لشهادة أخرى بكالوريا زيد ليسانس، وإن شاء الله تاني دكتورة، ما يعرفوا هالدراري.
يلا ابذلتوا مجهود وتعبتوا. ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك، هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، نجاحكم هو الاساس، لعبوا بالشهادة اخرى، شهادة أخرى، باكالوريا وزد ليصاص، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة، نجاحكم هو الأساس، لعقوا بالشهادة أخرى، لعقوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد ليصاص، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، ابذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب فينا، ياك اللي يتعب فينا. اعطونا الأولويلة على ولادنا، ربي ينجحهم ينسى، الله يخليكم. بالنجاح ان شاء الله، بالتوفيق، بالتوفيق لولادنا. وش هي اجمل هدية تقدر تقدمها لوالديك؟ اجمل هدية زكي تعرفوها كامل؟ ملا ملا، لي بارون تاعكم راهم قاتي، راهم راضين عليكم نورمالمون، الا تعرفوا على بالكم. شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين، شحال في عمرك؟ 11 سنة. الله يبارك، الله يبارك. واش هي أجمل هدية تقدميها لوالديك؟ دراسة. دراسة، ولكن كيفاش؟ كاع الناس تدرس، كيفاش؟ شوف شوف الشابة اللي موراك، واسمك؟ واسمك؟ أمال. أمال، شحال في عمرك أمال؟ 12 سنة. 12 سنة. واش هي أجمل هدية؟ نجاح. النجاح يا اخي الوالدين، وزاد داكور لو داكور يفديدو نجاح، نجاح هي النجاح في الدراسه اجمل شيء، والنجاح في الحياه ثاني جميل. والديكم ماذا بهم يا اخي تنجحوا؟ واش نقولوا لوالدينا؟ لا اقول لكما اوف، عطي الشابه هذه، وانت امراكما، نحبك يا امي ونحبك يا ابي، انتما حياتي وسر سعادتي، نحبك يا امي ونحبك يا ابي، انتما حياتي وسر سعادتي، غنينا لكما اوف ولا انهكتما،
لكم أوف ولا أنهرتما نعاملكم بلطف وانطح أمراكما نعاملكم بلطف وانطح أمراكما نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبك ضعيف دمي بما ساكن قلبي. تفيق عليها برافو. إذن نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي لا أقول لكما أف ولا أنهركما نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. الله يبارك. إذن تغنوا كامل معايا نحبك يا أمي نحبك يا أبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلقي وأدبي تعبت في تربيتي خلقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما لا أقول لكما أف ولا أنهركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسر يا رب ارزقهما جنة من الجنات يا رب ارزقهما جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسر سعادتي. برافو 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 برافو. إذن لا أقول لكما أف ولا أنهركما وانطيع أمركما. نحبك يا أمي في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. زكي أعطي الميكرو للشابة هذه. أنت واسمك بنتي؟ شيماء. واش راكي شيماء؟ لاباس. شحال في عمرك شيماء؟ عمري وراه ما عمبالك. ما عمبالكش؟ شحال هكذاك؟ 12 10 12 إيه. الله يبارك. الله يسلمك. مولفة تجي لهنا شيماء؟ إيه. عجبك الحال في المدينة؟ الله يبارك. تعرف الأغنية هذه تاع نحبك يا أمي؟ إيه. تغنيها معايا؟ هيا غنيها معايا. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. برافو 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 برافو. تحية لشيماء. برافو شيماء برافو.
ويلاتي يا ويلاتي ويلاتي يا ويلاتي أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو برافو كاع تعرفوها، ولكن يا أطفال تفهمنا بلي تحتفظوا بالمقطع الأخير يا أخي. إذا كمل معايا، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. ولكن يا أطفال كاين حاجة مهمة، لازم تبقوا المقطع الأخير وين نقول من اليوم فصاعدا. زكي أعطي لهم الميكرو. من اليوم فصاعدا، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. تبقيها ولا حفظتها برك؟ تبقيها؟ نعم سير. برافو بنتي برافو برافو. إذن من اليوم فصاعدا سأهتم وتلميذا لأفرح أمي وأبي. برافو 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 يا أطفال برافو. يوم 12 جوان يوم مهم. واسمك؟ ريان. ريان شحال في عمرك؟
سبع سنين. واش هو ماذا يصادف يوم 12 جوان؟ عيد الفنان. شكون يعرف عيد الفنان وقتاش؟ وقتاش؟ ماهوش 12 جوان. معليش باش يكون عندي سؤال اخر. ماهوش يوم 12 جوان، ماهوش بعيد، ولكن يوم 12 جوان عنده علاقة بالطفل ريان. شوف العروسة اللي قدامك، واسمك؟ أسماء. أسماء، شحال في عمرك أسماء؟ 10 سنين. 10 سنين. واش سنة تقراي؟ سنة رابعة. الله يبارك. واش هو اليوم؟ حقوق الطفل. ماهوش يوم حقوق الطفل، عنده علاقة بالطفل، ولكن ماهوش يوم حقوق الطفل. يوم 12 جوان. واسمك وليدي؟ أيوب. أيوب، الله يبارك أيوب. شحال في عمرك أيوب؟ 9 سنين. 9 سنين. واش هو يوم 12 جوان؟ يوم الطفل المعاق. دابور ما كانش يوم الطفل المعاق، كاين اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وكاين اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. شوف الشابة هذه اللي قدامك، هذه ها. واسمك بنتي؟ واسمك؟ سيدرا. سيدرا، يلا بنتي واش هو الجواب؟ الطفل الإفريقي. لا 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 لا، اليوم العالمي للطفل الإفريقي هو اليوم، قالوها مقبلة، فهمتي؟ شوف الشباب هذاك، واسمك وليدي؟ اسمي ياسين. ياسين، واش هو اليوم؟ يوم الإفريقي للطفل. لا لا، اليوم الإفريقي للطفل اليوم 16، يوم 12 جوان. على بالكم واش كانوا يديروا لي بارون في الأيامات اللي فاتوا؟ كامل لا 3G، كامل، حوسوا في انترنت، جوجلت، كامل. شوف الشباب هذا، اه، واسمك؟ زاكي. زاكي، واش هو؟ يوم طفل عالمي. لا 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 لا، اليوم العالمي للطفل ماشي 12 جوان. شوف الشابة هذه. اليوم العالمي في تشغيل الأطفال. برافو برافو، فوالا فوالا، تعالي بنتي، تعالي تعالي. اليوم العالمي ضد عمل الاطفال، سي لا جورني انترناسيونال كونتر لو ترافاي دي زونفون. كنت راح تقولي ها، برافو بنتي. عطيني الهديه تاعها. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنه. 11 سنه، شاطره انت في الدراسه؟ نعم. الله يبارك، عطيني الهديه تاعها. اذا رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، حصة ولادنا تحت جناحنا ومدينة عمو يزيد الترفيهية، يهديك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. إذا تحية لها، تحية، نحب الشاطرين. إذا يوم 12 جوان هو اليوم العالمي ضد عمل الأطفال. برافو بنتي. شكرا. الله يخليك بنتي، يا ربي طول عمرك، الله يخليك. وش هي أنواع الصدقة يا أطفال؟ زكي، أنواع الصدقة كيفاش نقدروا نصدقوا؟ تعرفوها كامل؟ زكي شوف معهم أنواع الصدقة، بماذا نقدروا نصدقوا؟ الإيثار. الإيثار، برافو برافو، يعني أن تحب لأخيك. الإيثار. ما معنى الإيثار؟ شو قالها لك؟ شو قالها لك؟ تعلمت في التربية الإسلامية. برافو، بس ما معناه؟ ما على بالكش؟ الإيثار هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الإيثار، وعكس الإيثار؟ عكس الإيثار وش هو؟ عطي لها الشابة هذيك اللي قدامها. عكس الإيثار، عكس الإيثار هو الأثرة. يا أخي أطفال، نحب الإيثار ولا الأثرة؟ الإيثار هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. إذن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. معليش قالوا لي بلي الحنة راهي واجدة باش تحضروا معنا، كيفاش نديروا الحنة لولادنا؟ إذن رانا نسناو في السيدة اللي عندي الحنة للأطفال ونفرحوا معاهم. أروح قول لهم واش قلت لي؟ ما نديروا الناس الحنة. وعلاش ما نديروا لكمش الحنة؟ باسكو ماشي مليح. علاش ماشي مليح؟ ما حبيت أنا ندير الحنة. ما حبيتش؟ ندير الحنة. دير الحنة؟ ما نديرش. وعلاش؟ دادي ما تعب. ما تحبش دير الحنة؟ اه. عمرك ما درت الحنة؟ اه. ندير الحنة. ما تحبش الحنة؟ واسمك؟ عبد الرحيم. شحال في عمرك عبد الرحيم؟ 4 أيام؟ 4 سنين. آه 4 سنين. ألوح تعال تعال تعال.
ربع سنين وشاطر هكذا. انت شاطر؟ شاطر اللي نديروا الحنه على بالك. زعما انا ما عبيت ندير الحنه. وعلاش؟ ماما يا ما تعبش. ماماك ما تحبش. وراي ماماك. وراي وريها لنا وريها لنا. وين؟ وين راي ماما اللي ما تحبش يدير الحنه؟ وراي. ماما عطيه لوتوريزاسيون باش يدير الحنه. هاي قالت لك دير معليش دير. هاي معليش. بصح شاطر الله يبارك. داكور دوك يديروا غيديروا الاطفال الحنه. روح من وليدي تعال. فوالا واش ديري؟ ندير الحنه. ديري الحنه خلاص. إذن راح تنطلق عملية الحنة لهاد الأطفال هادو اللي تخطنوا بفضل المسجد الشعبي البلدي للجزائر الوسطى. إذن تحية لبلدية الجزائر الوسطى وعلى رأسهم سيد رئيس البلدية سيد عبد الحكيم بطاش. إذن مرحبا بكم. وهذا الحفل هذا في إطار مدينة عمو يزيد الترفيهية برعاية مجمع الشروق وشركة رامي كذلك. شحال في عمره هذا؟ لا الله يبارك الله يبارك. شحال في عمره؟ 4 mois. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واسمه؟ علي ياسين. الله يبارك. هذاك بلال. هذا بلال وهذا علي ياسين. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شحال في عمره بلال؟ 8 شهور. الله يبارك. وهذا؟ واش بيك؟ عندك غير جوج سنات وتبكي. واش تقول لهم؟ ها؟ بابا واش ان؟ واش ان؟ ربي سون ربي سون. واش رايكم تغنوا كامل معايا وليدنا مبروك عليه هاد الليله ختانتو؟ ديروا الحنه في يديه. في يديه يا نايل بنتزغرت حبيبنا رسول الله. إذن يلا يا البنات زغرتو وحبيبنا رسول الله. يلا معايا. وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختمتو. الله الله الله. ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو. حبيبنا رسول الله. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه. حضروا له وتلموا بيه. يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه. بالهدايا نباركوا ليه. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه. حضروا له وتلموا بيه. يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه. بالهدايا نباركوا ليه. وليدنا مبروك عليه هذه الليله اختمتو. الله الله الله. ديروا الحنه في يديه يلا يا البنات زغرتو. بيدنا رسول الله. جات عليه بالطربوش وزيد برنوسو. بالطربوش وزيد برنوسو. كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو. ان شاء الله نفرحوا في عرسو. ديك الشده جات عليه بالطربوش وزيد برنوسو. بالطربوش وزيد برنوسو. كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو. ان شاء الله نفرحوا في عرسو. وليدنا مبروك عليه هذه الليله اختمتو. الله الله الله. ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو. بيدنا رسول الله.
ندعو له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستر ويحفظه من العين ربي بارك فيه ويزيد ربي بارك فيه ويزيد ندعو له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستر ويحفظه من العين ربي بارك فيه ويزيد ربي بارك فيه ويزيد وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارته الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرته ديرنا رسول الله وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارته الله الله يلا يا البنات زغرت وحبيبنا رسول الله بالصحة ولهنا اليوم زارتنا حصة بسمة خير أبوا إلا أنهم يجوا لهنا مع رهمي راعي هذه المدينة وراعي برنامج عمو يزيد وراعي برنامج بسمة خير باش يقدموا هدايا للأطفال ويفرحوا معنا حمزة تفضل معايا السلام عليكم مشارك يا زيد تصفيقة تصفيقة على حمزة حمزة عثماني حمزة عثماني صديقنا مقدم حصة بسمة خير واش تقول لهم حمزة في هذا اليوم هذا الجميل هذا نبدأ باللي جوزوا سيزيام نقول لهم مبروك عليكم واللي جوزوا الباك نقول لهم إن شاء الله تجيبوا الباك واللي تختنوا اليوم نقول لهم مبروك عليكم تهنيك بسمة خير حتشارككم الفرحة ونزيد نشكر عمو يزيد نقول لك عمو يزيد معليش نزيد نشكر عمو يزيد لانه كان ضيف في البرنامج وبرافو واش راك دير بولي زونفون ربي يطول عمرك ربي يخليك هذا واجبنا حمزه خويا انتم ثاني الحصه تاع اليوم راهي سبيسيال على جالكم انا نطلب حاجه برك ادعي باسكو فريمون كاين الناس انا شتهم والله العلي العظيم ما راهم ياكلوا شربه والله ما عندهم باش يشرو الحلوى وما عندهم باش يشرو حوايج العيد انا نقول لكم ادعيوا واي واحد فيكم يعرف كاش واحد ولا عائله ولا محتاجه ديرها لوجه الله باسكو هذه الحاجه اللي تلقاها وما نطولش عليك عمو يزيد انا عندي اوبيراسيون نمد لي كادو وروح نخدم ونخليك اليس لا لا مرحبا بك ان توكا حصه بسمه خير عودتنا على داروا بزاف لي زوبيراسيون انا شخصيا حضرت معاهم وين يروحوا يزوروا الناس اللي ما عندهمش وين يتقربوا من الناس اللي محتاجين هذا الشيء جميل 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 شرف كبير انهم زارونا اليوم في هذه المناسبة السعيدة في ختان الأطفال المعوزين المنظم من طرف بلدية الجزائر الوسطى شيء جميل جدا إذا مرحبا بكم يعطيكم الصحة عطوا الهدايا للأطفال نشوفهم كاش يتبسموا هنايا عطيو الهدايا مادام كنا بسمة خير هاوليك الكادو ديالك تعال أنا نعطيه له باسكو من الصباح قال لي عمو يزيد أنا لازم يبوسني فوالا بوز عمو حمزة هاوليك الكادو ديالك أعطيه له ربي عايشك هاي هاك كادو تاعك دوك نجيبو كادو دوك يعطو اليونس هاي هاك فوالا عطو هم جايبين لي كادو عطوني لي كادو عطيه عجبك الكادو انت عندك كادو هاي دي كادو ديالك ها عجبك الكادو زيد عجبني برافو عجبك الكادو اه واش نقولوا لحصة بسمة خير وبلدية الجزائر الوسطى وشركة رامي شكرا العفو قولهم صحة 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 رامي صحة رامي صحة عمو يزيد عمو يزيد وصحة بسمة خير ربي عايشك والله غير يزيد هاي الكاميرا يا اخو تعودنا بكلام زين وكلام طيب والضحكة دايما هذه يطول عمرك من عندك لا يطول عمرك ولا ربي يخليك نوصي ميساج انا داخل في يوم تاع العيد على بالك العشرة الأواخر غير حوايج وكامل لونسي ميساج كامل الناس اللي لاباس بهم خليني نقول لاباس بهم وقادرين يعاونوا على بالي باسكو لي زاجيريان كامل قلبهم حليل هي تفاصيل الانسان بطبيعته يحب يدير الخير والانسان والجزائري بطبيعته احنا نعرفوه الانسان الجزائري انا شفت واحد ليميسيون في التلفزيون واحد الطفل كان يقول لهم راني بردان كانوا ينحيوا في الفاست ديالهم يعطوهم له شفتها بعيني دونك الجزائريان الجزائري ما لازمش نهضروا عليه اللي يحب يدير الخير وما يحبش يحب يدير الخير ولكن بالمرات الناس لازم التحسيس فود لا سنسيبيليزاسيون كيما هكذا
بالك ناس راهم حاضرين معنا اليوم يقدروا يمدوا يقدروا يديروا الخير، كي يشوفوا هكذا راح لحمهم يتشوك ويحبوا يديروا الخير. حنا لو رول ديالنا حنا الفنانين ورجال الاعلام وكامل الناس اللي عندهم مصداقيه وعندهم صدى، الدور نتاعنا اننا نشوكوا اللحم تاع المواطن هذا المكان ونكونوا قدوه. لازم سي ان رول دو سنسيبيليزاسيون، دونك دور تحسيسي، حنا ماذا بينا نحسوا الناس باش يمدوا اكثر فاكثر. اذا ديروا الخير ديروا الخير ديروا الخير، بقى على خير. ساعدني محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي كن جنبي جنب لك، كن جنبي وانا جنب لك. يلا كمل معايا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني ارجوك سراء ضراء، في الله اخوك معناه الاخاء. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وانا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعدني، كن جنبي وانا جنب لك. انني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. انني معاق بطيء سيري، يا معينا كم تلقى من خير. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا شكرا شكرا. وشن؟ تصور معاك. بيان سور وليدي بيان سور. يلا هاي وانت يا وشن؟ تصور معاك. انت تاني تصوري؟ هاي يلا. إنني أعمى لا. برافو. إذن ساعدني 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 محتاج لك. أنا عندي لكم مفاجأة اليوم. طلعوا لي أنس. أنس تعال أنس، روح وليدي. أنس عنده اضطراب التوحد، إلي أوتيست. أنا جولي ديكوفر في لي شو في عمو يزيد شو، راح نشوفوا كيفاش أنس يغني، كيفاش اترافير هاد لي شو تاع عمو يزيد الى غبخي. هو والديه فرحوا بزاف
وانا تاني فرحت بزاف. دونك سي اون ثيرابي. دونك اناس سي سو سون ميو. اروح اناس واش راك وليدي؟ تعال اروح منا وليدي. واش راك؟ لاباس. دير بوسه لعمو يزيد. الله يخليك. واش راك وليدي؟ تعال 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 اروح اناس منا. واش تغني لنا اناس؟ نغنوا لهم انا المعاق. عمو يزيد دار لكم اغنيه نقول فيها انا المعاق لكن بارادتي وعزيمه الهي ربي قادر ارادني عديمه لكنني اثابر لغاياتي العظيمه. اناس تغني لنا الاغنيه. غنينا أنس. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. برافو 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 وليدي. برافو برافو برافو. اقعد معايا أنس هنا. اقعد معايا. حبيت نمد بتي كادو قبل. وقتاش لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم؟ اليوم العالمي لاضطراب التوحد وقتاش؟ قلناها شحال من مرة؟ وقتاش؟ زكي شوف الشاطرين. اليوم العالمي لاضطراب التوحد لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم تعرفوها؟ شكون اللي يقدر يقول لنا؟ تعرفيها؟ تعالي 21 مارس. لا لا 21 مارس معليش. برافو برافو يعطيك. ماكش بعيد بزاف. 21 مارس سي عيد الشجره كما يقولوا سي لو ديبي دو برينتون. ولكن لا جورني ناسيونال دي زونديكابي انفان ذوي الاحتياجات الخاصه لو 14 مارس. مي لوتيزم ماشي ال 14. وراي الشاطره اللي كان على بالها تعرفي؟ شكون اللي قال لي؟ تعرفوها؟ ولت حتى واحد ما يعرفها. نورمالمون ما نعطيكمش الوقت كاع تروحوا للانترنت نورمالمون يا اخي. وقتاش؟ 20 جوان. لا 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 بعدتي. شوف الشطره هذه وقتاش؟ 3 مارس. لا لا 3 مارس اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه سي لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي كامل. ولكن لوتيسم عنده نهار وحده. شوف ها تعال 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 طلع خلوه يطلع خلوه يطلع. تعال 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 هو صاب الجواب ما منتسبتو وقتاش؟ وي دوماج. معليش معليش. ها زهرو معليش هكذاك باش يعاود يرجع غدوه ويرجع غير غدوه. كل يوم كاين لي كادو. مدينة عمو يزيد الترفيهية من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى برعاية رامي ومجمع الشروق تتواصل طيلة شهر رمضان. مرحبا بكم كل يوم بعد الإفطار. واسمك وليدي؟ الهادي. ها؟ الهادي. الهادي شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. واش مسنة تدرس؟ الرابعة. الرابعة. شاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. أعطيني الهدية تاعو. إذن الهادي راعي برنامج مع عمو يزيد حصة ولادنا تحت جناحنا مدينة عمو يزيد الترفيهية رامي. يهديك هذه الهدية المتواضعة للشطارة ديالك إن شاء الله تستفاد بها. تفضل وليدي تفضل تفضل تفضل. طل هلال الله في السماء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء. إذا تغنوا كامل معايا رمضان وجاء. الله هلال الله في السماء
رمضان 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 جاء النور والهدى كما المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء كامل كامل معايا كامل كامل فيه مغفرات لمن أراد رمضان 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 جاء كل الرحمات وأجر زيادة رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء وعتق من نار وجنة عدن رمضان 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 جاء وبعد كبير للشيطان عني رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي رمضان 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 جاء فبعد صيام نفطر ونصلي رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء شكرا 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 تعالي 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 واش راكي صابة لاباس عم بالي ما جيتيش على بالك غير نشوف على خاطر تعودت عليها كل يوم كل يوم كل يوم نشوفها هنا اذا مرحبا بك بنتي مرحبا بك في طول عمرك الله يخليك تحبيهم قيم نحبكم حبك نتايا ربي طول عمرك الله يخليك بنتي الله يخليك ما انا نحبك ربي يخليك نحبكم كامل 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 يا اطفال انتم تحبوا عمو يزيد شكرا 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 كاين حاجه اليوم شركه رامي وعمو يزيد راحين يعطوكم هديه هي سيدي في هاد الاغاني لكم تسمعوا فيهم دوك تقدروا من بعد في الاخير تروحوا لستوند رامي وين يقدروا يعطيكم ان سيدي بور شاك فامي من فضلكم سيدي لكل عائله باش يكفيكم كامل هاد الاغاني تستفادوا منهم ان شاء الله واشن
ها؟ ديت واحد وسمعته في الدار. سمعته كامل؟ عجبك؟ انا واش نبدي؟ الله يبارك، الله يبارك. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش عيد الشرطة؟ عيد الشرطة افيت دو لا بوليس. لا لا ماشي 28 جوان. لا لا عيد الشرطة لا فيت دو لا بوليس. لا بوليس ما تقولوا لهمش، تفهمنا يا اخي. شكون زكي؟ شوف العروسة هذيك الهيك، واسمك؟ لو دو جوان. دوماج. وكان جات بيدي نبدلها لافيت لا بوليس، رجعها لو دو جوان. لا 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 البرومي لا لو دو، ولكن وكان جات بيدي نعطي لها. الله يبارك، الله يبارك. شاطره شاطره. بوشن انتوما راكم ديجا هنا، نشوفوا اللي ما طلعوش. شكون؟ شوف شوف الشباب اللي هم وراك. واسمك وليدي؟ نبيل. نبيل، وقتاش عيد الشرطه؟ 30 جوان. لا 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 لا، شوف الشاطره هذه اللي قدامك. واسمك؟ صوفيا. صوفيا، وقتاش عيد الشرطه؟ 22 جوان. لا 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 لا، معليش. شوف الشباب هذا، هيا وليدي. واسمك؟ واسمك وليدي؟ ياسين. ياسين، وقتاش عيد الشرطه؟ 17 مارس. لا 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 لا، شوف الشابه هذه اللي قدامك، العروسه هذه. واسمك بنتي؟ فريال. فريال، وقتاش؟ 22 جويي. اوكي، انا ماذا بيا السؤال هذا فيه شطرين، معليش هذا جواب صحيح، ولكن عيد الشرطه اللي هو جاي رقم كم؟ شحال من عام لا فيت دو لا بوليس هذا اللي هو جاي؟ تعرفي؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ تعالي 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 بنتي، روحي روحي، نعطيك الهديه تاع 22 جويليه، ولكن وقتاش؟ زكي زكي اعطي لهم الميكرو. 52. لا لا اعطي لها الشابه هذه. واسمك؟ واسمك؟ اسمي ماريا. ماريا، عيد كم؟ 14. لا البارح برك، انا بنتي سقلينا البارح برك. قولي لي بنتي شكون؟ البلو، ورا البلو، كاع لابسين بلو. شوف الشباب هذا زك. واش نقولي لنا؟ اعطي لها الميكرو، اعطي له الميكرو البلو دابور. واسمك؟ سامي. سامي، شحال؟ 55. اوكي، اعطي الميكرو للشابه هذيك. 62. شحال؟ 62. واو، ما يقدرش يكون 62 لانه لا لا ملي بدا. بهذا النيميرو شحال؟ او قالها سيسا 62 الدركا شحال من عام؟ واش قال هو؟ 55. قالها، معليش معليش. فوالا لو 22 جويي. لا لا ما ربحتش بنتك. لا 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 لا، انا وكان عليا ربحت من الاول، من الدور جوار ربحت. معليش معليش، حنا السؤال هذا باش نفهمكم حاجه، السؤال هذا كاع في هديه واحده راح نعطوها للاول اللي قلنا 22 جويي، وكاع واش قلنا من بعد سيتي الثقافه العامه، تزعفوش. معليش بنتي، اذا رامي راعي برنامج مع مو يزيد مدينه عمو يزيد وحصه ولادنا تحت جناحنا وهذه المدينه، يعطيك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله تستفادي بها. شحال في عمرك؟ 11 سنه. 11، شاطره في الدراسه؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك. اذا عيد الشرطه 22 جويليه 1962، دوك العام الجاي العيد ال 55. علاش قلت لكم هكذا؟ عمو يزيد دار لكم اغنيه نقول فيها شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. إذا تغنوا كامل معايا، أنا شرطي المرور، كلي بهجة
والسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. شكرا. أنا شرطي المرور، كلي فرحة وسرور، بهجة وسرور. إذن للمعلومة فقط، مدينة عمو يزيد الترفيهية من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى برعاية مجمع الشروق وشركة رامي تتواصل طيلة شهر رمضان. مرحبا بكم كل يوم بعد الإفطار في نفس الأجواء هذه، إن شاء الله تكون عجبتكم يا أطفال. ما غنيناهاش؟ تحبوا العطلة؟ تحبوا المدرسة؟ جاءت العطلة فيها نحن مسرورين، جاءت العطلة وكم بنشاطنا فرحان، نجاحنا فرحان. برافو. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة.
أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي. لا أمضيه لهو اللعب. يلا كامل، جاءت العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة. وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة، نمضي أوقاتا سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعب. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعب، لا أمضيه لهو اللعب. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة. وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. شكرا شكرا شكرا. أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعبة. المطالعة في العطلة يا أطفال مهمة جدا. يا أخي لا تحزنوا، حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا، حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. أحببناكم، أحببتونا، سنعود، انتظرونا معيد الجديد برافو. إذن لا تحزنوا، حان الوداع. تتواصل فعاليات المدينة طيلة شهر رمضان. مرحبا بكم، وإن شاء الله ربي يوفقنا في تربية ورعاية أولادنا. يلا لا تحزنوا، حان الوداع. لا تحزنوا، حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا، حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
يلا نعودها مرة أخرى. يلا ها حن الوداع. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزين. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد لكم. هذا البرنامج برعاية رامي.